طيب انا مش عايز اي كلمه من اللي قلناها تتسرب للاعلام، مش عايز اي حد يربط بين الجرائم دي باي شكل من الاشكال. البلد مش ناقصه اشاعات وانفلات امني. عشان نحمي نفسنا فعلا من المشاكل دي لازم نوصل للجاني الحي في اسرع وقت. انت عليك شغل كتير ومسؤوليه كبيره، يعني لو اي جريمه تانية حصلت او اي ضابط اتعرض للقتل هيبقى جزء كبير من المسؤوليه واقع علينا احنا، لان ما عرفناش نقبض على الحيوان اللي ارتكب الجرائم دي. اسكت اسكت. بعد اذن سعادتك يا فندم. اتفضل. استغفر الله العظيم. بالظبط والله. انا بعد اذن سعادتك عملت شويه تحريات كده ووصلت النظريه ليها علاقه بمجموعه الجرائم اللي تمت. اعتقد انها ممكن تساعدنا جدا اننا نوصل للجاني الحقيقي. وساكت ليه من الصبح؟ ما تتكلم. ساعتك انا عملت دراسه عن مجموعه الجرائم اللي حصلت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا تقريبا. طب يا ابني مش عرفنا بنفسك الاول؟ انا اسف جدا يا فندم. نقيب طارق فيصل. طارق فيصل؟ طارق فيصل غلاب؟ ايوه ساعتك. قول يا طارق كمل. زي ما قلت لساعتك يا فندم هي نظريه كده وانا اطلعت سياده العميد جلال عليها. وقلنا ان الكلام ده مش سليم وقفلنا النقاش تماما. معلش يا جلال خلينا نسمعه. احنا في احتياج لاي حاجه تنهلنا الكابوس ده. بعدين يا اخي مش بيقولك اسمعوا الشباب، ادوا فرصه للشباب. اتفضل يا شباب. متشكر يا فندم. من ثلاث سنين تقريبا تم القبض على تنظيم ارهابي كان ناوي يعمل تفجيرات في اماكن حساسه في البلد. بعد التحقيق مع امير الجماعه ثبت ان الجماعه دي كانت بتتعامل مع راجل شغال مع المافيا من اصل مصري، محدش كان عارف اسمه عشان كده اطلقوا عليه اسم حركي. كل التحريات والعمليه اللي تمت عشان القبض عليه اتسمت باسمه الصياد. الصياد وبناء على التحريات يا فندم يعتبر تقريبا هو من اخطر المجرمين اللي تعاملوا مع الامن المصري، ان لم يكن اخطر مجرم جه مصر على الاطلاق. واتقتل. مات في عمليه عملناها والملف ده اتقفل خلاص. واللي انت بتقوله ده تضييع وقت. وقلنا الكلام ده 100 مره. استنى بس يا جلال، وانت ايه اللي خلاك تشك ان الصياد ده هو اللي نفذ العمليات الاخيره بالرغم من كلام العميد جلال؟ حاجات كتيره سعادتك، منها مثلا ان الصياد كان اشول وانه قتل اكتر من مره بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها الضباط الثلاثه. يمكن حد بيقلده. يا فندم المعلومات اللي موجوده في الملف بتاع القضيه بتاعته بيقول انه اكتر واحد عنده دوافع انه يقتل الناس دي. طب اسمه الحقيقي ايه؟ معرفش يا فندم، ومحدش يعرف اسمه ومحدش شافه. يمكن ضابط وحيد بس هو اللي شافه، وهو هو نفس الضابط اللي بيقولوا ان هو قتله. بيقولوا؟ انت بتكذب التحقيقات اللي اتعملت؟ لا سعادتك طبعا، بس وارد جدا ان مجرم بالخطوره دي وبالتاريخ الاجرامي ده يكون زور موته يا فندم. وايه دليلك على كده؟ العمليات اللي تمت يا فندم هي الدليل الوحيد اللي موجود معانا دلوقتي. طب انت بتقول ان اسمه مش معروف ومفيش حد شافه قبل كده غير ضابط واحد. طب يمكن يكون اي حد من المشتبه فيهم دول. ممكن سعادتك. ممكن؟ طب ايه بقى الإضافة الجديدة اللي انت أضفتها للقعدة دي؟ خلونا نمشي ورا كل الاحتمالات، ولما نبقى نتعرف على الجاني نبقى نشوف إذا كان صياد، جزار، نقاش حتى. خلوا طارق يسميه التسمية اللي هو عايزها. أنا عايز الموضوع ده يخلص خلال 48 ساعة. تمام يا فندم. خلاص؟ ماشي تمام. يلا.